نتمنى انكم تكونوا على خير ان شاء الله. اليوم غنوجد معكم حليوه ومن حلويات العيد، دوزتين اللي كيجيو زوينين بزاف. حلوه ريشبون غير انا كنضيف فيها واحد الاضافه اللي كتزيد تعطيها واحد الهشه وواحد البنه زوينه. وهاد الكميه اللي غندير انا غنخرج منها جوج شكال، غنخرج منها حلوه ريشبون ونوع واحد اخر. المهم انتم معايا وغنشوفوا شنو غنوجدوا. بالنسبه هنايا عندي 250 غرام ديال الزبده، غنضيف عليها كاس ديال السكر. على العموم المقادير غتلقاوهم مضبوطين في صندوق الوصف. غنخدمهم هادو، من بعد نزيد عليهم أربعة البيضات كاملين وكاس ديال الزيت. كما انا غنخدم ومنها كنقول لكم شنو درت. وكما قلت غتلقاو المقادير في صندوق الوصف مضبوطين. حتى كتولي هكا غنضيف عليها الدقيق، الدقيق على حسب الخليط. عندي انايا هنايا كيلو، وغنضيف عليها ساشي ديال الفاني، قبيصه ديال الملح، وعندي هنايا خماره ديال 16 غرام. بالنسبه الاضافه اللي كنضيفها انايا على هاد الحلوه ريشبون وهي المايزينا او النشا، كنضيف عليها جوج معالق كبار ديال المايزينا اللي كتزيد تعطيها واحد الهشه زوينه بزاف. نضيف جوج معالق وحده جوج، صافي غنبدا نجمع في العجينه ديالتي. كما قلت انا هاد العجينه غنخرج منها جوج اشكال حلوه ريشبون، وغنخرج منها شكل واحد اخر. وكتبقى ليا دابا هي بحال هكا، ومازال انا غنعاود نزيد هاد الطحين. غناخد منه واحد الكميه نقسمها على نص، هنا. بالنسبه للشكل الاول غنضيف فيه حبيبات ديال الشوكولاط او رقائق ديال الشوكولاط على هذا الشكل فيرميسيل. انا عندي على شكل مربعات بحال هكا. غنضيف عليها شويه ديال الفرينه، صافي غنجمعها. نجمعها هكا، هكا هي تجمعات ليا. العجينه كتكون خفيفه ما كنشفوهاش بزاف. هذه غنخليها على جنب. وبالنسبه للشكل الثاني غندير ليه حامض، قشور ديال الحامض. تبغوا القشور ديال البرتقال حتى هما راه كيجيو زوينين. غنحيد لها هاد القشره وغنضيف عليها واحد شويه ديال الفرينه. بالنسبه للدقيق انا ما درتش ليا كيلو كامل، يعني شاط ليا ان شاء الله. انا غنعبر هذا ونخلي لكم مقادير كاملين مضبوطين في صندوق الوصف. كما قلت حطيت هنايا كيلو، هادشي اللي شاط ليا منه. بالنسبه هنايا نخديت السلطه ديالتي وفرش عليها ورق الزبده، الا ما كانش ندهنوها غير بواحد شويه ديال السويته. الفرن عندي انا درتو يسخن على 180 درجه، كنشعلو الفوق والتحت. وقت اللي نجمعها بحال هكا نحاول نورك عليها غير واحد شوي. صافي نديرها في لاطا ديالتي.
بحال هكا. انا وجدتها دابا هي كامله، ودابا غندوز للشكل الثاني. هذه غنديرها في الفران طيب. كما قلت الفران انا شعلته على 180 درجه، كنشعلو الفوق لتحت. لاطه ديالتي كنديرها الوسط حتى كطيب معايا. ندير الفران ديال الفرفاره كيطيب عليا في فتره واحده. وبالنسبه للشكل الثاني انا غنديرو على هذا الشكل هكا، يعني الطابع اللي تبغوه نتوما ديروا على شكل مربع، على شكل قليبات، يعني هذاك الشيء اللي تبغوه نتوما. نبدلو غير في الشكل ديال ريش بوند. وكما قلت هاد العجينه تقدروا تخرجوا منها حتى اربعه الاشكال، يعني على حسبكم. انا غناخذ غير النص ديالها ونرش شويه ديال الفرينه. شريحة الحامض طالعه مزاله بزاف. غير انا ما نرققهاش في العجينه من هنايا بزاف. هكا يكون السمك ديالها. حتى من بعد ملي غنديرها في المربى غندير وحده على وحده، يعني غنلصقهم مع بعضياتهم بحال هكا. ودابا غنديرها في لاطه ديالتي، وتبارك الله هكا بها الطابع راه كتخرج واحد الكميه كثيره. مستمرة على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله، ونتلاقاو ان شاء الله في الشكل ديالها ملي نكون زين فيها. كنتمنى بانكم تقبلوا الاعتذار ديالي، تحذف ليا مقطع اللي كنت كنزين فيه الحلوى في المونتاج، ما عرفتش كيفاش بالغلط. بالنسبه لهذه درت لها انايا المربى المشمش ولا ديال الخوخ وزينتها بالكوك. وبالنسبه لهذه درت لها انايا الشوكولا البيضاء والشوكولا السوداء اللي كنت ذوبتهم في حمام مريم. من بعد كنزيد عليهم شويه ديال رقائق اللوز او رقائق الكاوكاو، وكنحط الحلوى ديالتي وكتصبع على هذا الشكل. نتمنى بانكم تقبلوا الاعتذار ديالي، ما عرفتش كيفاش مشى ليا المقطع. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديالتي اللي وجدتنا. بالنسبه لهذه اللي درناها بالكوفيتير والكوك هكا، كتجي رطبه وزوينه بزاف. شوف معايا، وهذا الشكل اللي درنا المره الاولى. بالنسبه لهذه درت لها الشوكولاته الاسود، وهذه كما شفتوا المره الاولى درنا لها الشوكولاته الابيض، يعني كتزين. بالنسبه لهادو الا بغيتوا تزيدوا تزين فوق منها ديروا هنايا الشوكولاته الابيض وديروا خطوط، ولا هذه كذلك مثال، يعني ديروا العكس ديالها. أتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم وتجربوهم إن شاء الله. كما قلت حلوى ديال ريش بوند اللي معتمدة عندنا، أنا كنزيد فيها غير بعض الإضافات قلال وكتجي بنينة بزاف. وكما قلت بالأخص هذه فيها القشور ديال الحامض زويونة بزاف، معنا كان حماق على حاجة سميتها الحامض، كتجي زوينة بزاف وكتجي مغايرة. وحتى الشكل ديالها حنا كمولفين ديما نديروهم على شكل هكا، نبدلو الشكل كما قلت. نتمنى بأن الفيديو يعجبكم، وما تنساوش ليا لي لايك ديالكم وفرجه ممتعه، ومبروك عواشركم، والله يدخل عليكم العيد بالصحه والسلامه ان شاء الله. وباش ما تمنيتو فرجه ممتعه، والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.